اهلا بيك يا فندم. بالنسبة لمشكلة الدولار، هي ابتدت من شهر 3/22 نعم لما اتخذت إجراءات استثنائية لعملة الاقتراض، نعم وبعد كده المرحلة اللي بعدها كلها كل أنواع البضائع اللي في مصر كانت بتخش طبيعي. يعني احنا الإجراءات دي ما فادتش البلد أو ما فادتش تحجيم الاستيراد. ده بعد ممارسة سنتين، النهارده داخلين في سنتين، بعد سنتين أقدر أقول لحضرتك إن كل السلع موجودة في البلد دون انقطاع، من أول التفاح لغاية المكسرات اللي نقدر نقول عليها استفزازية، جميع أنواع السلع موجودة، والعربيات وكل شيء. بس احنا بصراحة عملنا لبخة بدون انا شايف بدون داعي، وتلا ذلك تهربات من الجمارك ولعب. وحضرتك حضرنا قبل كده مقابلة مع حضرتك واتكلمنا على التلاعب صحيح. في الجمارك، وان التلاعب دوت وصل حده الاقصى. ازاي احنا نرجع الدولار؟ لا، دي طبعا الاخصائيين يقدروا يتكلموا فيها احسن مني، ولكن انا عندي اقتراح صغير. انا مش عارف، اكيد ده مطروح على الترابيزه لما الاخصائيين بيتكلموا. كل الدولار يا استاذ مصطفى اللي موجود في ايدين الناس ده مصدره البنك. يعني حضرتك مصدر بيروح بيصدر مثلا ب 200,000 دولار، بيجوا له على البنك. طب ما انا اما يجي ياخدهم من البنك احط اليه ان هو ماشي لا يبيعهم في البنك، لا يمكن صرفه، اعرف يعني يبقى في مثلا تكرار بيمضي عليه. بتبيع هتبيع الدولار فين؟ يعني لازم ترد علينا بعد ما بعته. محدش قال لك بيعه في البنك، ما تبيعوش في البنك، عاوز تبيعه في الصرافه، بس ما تروحش بقى تبعترهولي في السوق السوداء او ما نعرفش اللي الموجات الامنيه تفضل تشتغل على الموضوع. ما فيش النهارده العلاج الامني يمكن فعال في بعض الاحيان، لكن مش في كل الاحيان. نعم. فانا بناشد المسؤولين عن طريق حضرتك وبرنامج حضرتك اني يكون في اليه للي بياخد دولار من البنك، دولار تصدير او دولار سياحه، يبقى في اقرار بيمضيه انت هتبيع الدولار ده فين، يديهوله في ايديه. يعني خلاص، هو النهارده في تخوف ان انا اللي يطلب دولار وياخده، طب خلاص اديهوله. بس قول له بتبيعه فين؟ يعني لازم في المره الجايه او المره اللي بعدها ما يجي يسحب تاني يقول هو باعه فين؟ صح. لكن نسيب المواضيع كده، لا، وصلنا اللي احنا فيه. اما موضوع التعويم والكلام اللي مثار حاليا، لو في النهارده سعر عادل للدولار وفي تدفقات ماليه تقدر تعوض، بس يكون في سعر عادل الناس تقدر تبيع بيه، وده يقدروا يحسبوه المتخصصين. لكن ده مش هيمثل يعني هزه في السوق، ويعني قلق، الحقيقه في قلق لدى كثيرين من انه التعويم الجديد ممكن يتسبب في مزيد من المشاكل ومزيد من الازمات وقد يدفع الدولار. نعم طبعا بيسبب مشاكل، لان النهارده المودعين اللي صدقوا الدولة وربطوا فلوسهم بالمصري بتحس ان فلوسهم قلت. هو طول ما هو السعر رسمي منضبط وما خسرش المودعين كتير، الناس مطمنة ان ده كله عبس اللي بيحصل في السوق السوداء. لكن انا لما بعومه بقى الدولة اعترفت بالسعر الجديد، فهنا اكيد الحكومة بتفكر كتير قبل ما تعوم وقبل ما تخفض قيمة الجنيه. إذا كان التعويم الجديد ده ضروري يبقى لازم سعر عالي. بس أنا شايف من وجهة نظري مراقب ومتعامل إن أفضل شيء ناخد إجراءات ما فيهاش تعويم، وإجراءات مش أمنية ولكن إجراءات انضباطية، في انضباط. أنا النهاردة يديك الدولار بس قول لي أنت هتودي فين. بعد كده المصدرين حضرتك بياخدوا دعم تصدير. نعم. يعني هو مجبر ان يجيب دولاره في البنك، الدولار بيجي بيصدر بتيجي الفلوس على البنك. والله استخدمتها للاستيراد سلعه لمصنعك، اتفضل استخدمها. نعم. لكن ما تاخذوش وتبيعه في السوق السوداء ونرجع ندور عليه.
هنا بتكمن المشكله. فلو في الاجراء ده يتعمل اعتقد انه هيحل مشاكل كتير وهينزل سعر الدولار بارقام مرتفعه جدا. شكرا لك رجل الصناعه المهندس ماجد احمد.